والحديث عن الاجتماع الذي عقد اليوم في أربيل باعتقاد، يعني كثيرة هي الاجتماعات التي عقدت فيما يتعلق بالتنسيق بين قوات البشمركة وقوات الجيش العراقي والقوات الأخرى، يعني باعتقادك بماذا يتميز اجتماع اليوم؟ نعم استاذ احمد، تحيه طيبه لك ولمشاهدي قناتك الكريمه ولضيفك الكريم عبر الاثير. يعني اولا استاذ احمد، هذه الاجتماعات من الضروري بمكان ان تكون متكرره وان تكون مكثفه وان تكون متعدده وليست هي اجتماعا واحد. يعني كنا نشهد ابان حالات التازم في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها تحولت الى المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك، وهذا بحد ذاته يعد انجازا امنيا يعني يحرز تقدما في ذلك، بيد ان هناك نهايات قيادات العمليات كانت نهايات سائبه، بمعنى ان قواطع المسؤوليه كانت يعني كلا الطرفين حينما يقع اي تدفق ارهابي او اي عمليه ارهابيه عندها يكون يلقى اللوم الطرف اليف على الطرف باء، لكن حينما ردمت هذه الفجوات وسدت هذه الثغرات بمزيد من الفرق العسكريه والالويه بالاتفاق طبعا بين الاقليم والمركز، راحت هذه المناطق لا تشكل خطرا. يعني كانت بالامس القريب اكثر من 40 كيلومتر مربع موجوده تلك المساحات السائبه التي تشجع التنظيم على الولوج بها وعلى التمركز والتواجد بها، لانها تعتبر شبيهه بارض الحرام، بمعنى لا تقربها القوات الاتحاديه ولا تقربها قوات الاقليم. لذلك اعتقد ان مثل هكذا اجتماعات تجذر ترسخ تذيب كافة العوالق وتذيب كافة العراقيل التي تعتري وتعترض أي عملية إيجاد وحدات ثابتة وحتى توزع المسؤولية فيما بين الإقليمي والمركز. طبعا هناك تعاون على مستوى آخر أستاذ أحمد، هناك تعاون بيني فيما يتعلق بالجهد الاستخباري بالجهد المعلوماتي. يعني اليوم ما من عملية يعني تقوم بتنفيذها جهاز المخابرات أو الأمن الوطني أو الاستخبارات أو غيرها داخل الإقليم إلا وهناك ردة فعل إيجابية وتعاون وتماهي فيما يتعلق بالمطلوبين وتبادل المطلوبين والقبض على المطلوبين وفسح المجال لمفارز الحكومة الاتحادية حكومة المركز أقصد باتجاه حكومة الإقليم. لذلك هذا التعاون ثمر عنه التالي: أولا ردم الهوة، ثانيا ردم الفراغات، ثالثا شغل المناطق المحرمة، رابعا إلقاء القبض وتبديد أي مجموعة إرهابية تحاول أن تجعل من الإقليم أو من تلك المناطق خصوصا مأوى ويعني حصنا لها للحؤول دون تنفيذ أي عمليات انطلاقا من هذه الأماكن أو من تلك الأماكن.